ناريمان عرفت بالموضوع؟ أي موضوع قصدك؟ إنك رح تتركها واخترت نيفين وحتتزوجها. البنت كمان مو ذنبها، بالنهاية هي بنت صبية، الأحسن ما تخليها تتوهم. ليتي، من اليوم ورايح أصحك تتدخلي بأي موضوع بخص ناريمان. مثل ما بدك، أنت أصلاً بتعرف شو يلي لازم تعمله، ما رح تحتاج لحدا يذكرك فيه. فايزة خانم وسليم بيك وصلوا. شفت شلون؟ الكل مو مصدقين إنه يتم الزواج، الهيئة كمان ما حدا حابب يضيع وقته. الحمد لله على السلامة كريم بيك. شكرا، كلك ذوق. نشكر الله إنه تحسنت. إيه، وكله بفضل أولادنا. نحن وجهنا تعليمات للمحامين، ما في داعي للخوف، كل شيء طبيعي بخصوص الشركة. بلى، المحامين سحبوا الاتهامات الموجهة ضدك، وقبل ما حدا يحس عشي تسكر الملف. كتير منيح مدام اتفقنا. أنا برأيي بلا ما نأجل مستقبل الأولاد أكتر من هيك، أنتوا معي؟ فايزة، خلي كريم يتحسن بالأول، بعدين منساوي الخطبة. لا، هلأ أحسن، منيح صرت. الخطبة ما لازم تتأجل ولا يوم. حتى اليوم بنعملها. كريم، انت لسه ما طبت منيح، بكير كتير، شو العجلة؟ بالنسبة إلي تأخرنا، أنا من زمان كتير ناطر يتم هالزواج، سنين وأنا حابب شوف نيفين على إنها مرت ابني. الشركة وضع الحالي ما لهم علاقة بقراركم، بس شفتهم مبسوطين بتريحني. والليلة أمنيتي نام وأنا مطمن على ابني إنه بإيدين بتحبه. شو رأيكم يا عرسان؟ المساء بيناسبكم؟ ما عندي مشكلة بنوب. عمي كريم شو بيقول هو رح يكون؟ طيب، معناتها بيناسبنا اليوم. نيفين، منشان بابا ما يزعل قبلت بهالعرض التافه حتى ضل محافظ على الشركه ومصالحها. مجبور اتجوزك، يعني مو منشانك. ولا تنسي اللي سمعتيه طول حياتك، عم تفهمي؟ ابدا مو ممكن انه انسى.